في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي كلنا بنسمع عنها من فترة، هناك إنجازات حدثت على أرض الواقع في النصف الأخير من العام الحالي بيتمثل في طفرة في تاريخ الرعاية الصحية. مصر عانت كتير من مسألة عدم وجود تأمين صحي شامل بالمعنى اللي احنا كلنا كنا بنتمناه، من حيث البنية التحتية، من حيث الإجراءات، من حيث الحوكمة، من حيث يعني قياس نسبة رضاء المنتفعين عن من الخدمة المقدمة ليهم عبر هذه المنظومة، منظومة التأمين الصحي الشامل. كلنا عارفين ان هي بتتم على مراحل. المرحلة الأولى كانت بتضم 6 محافظات، بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وتم بالفعل على أرض الواقع إنجازات حصلت في 3 محافظات، بورسعيد والأقصر وإسماعيلية. احنا معانا الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. دكتور العقاد، أهلا بك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. اهلا بحضرتك. الارقام بصراحه يعني مفرحه فيما تم من انجازات على ارض الواقع في منظومه هيئه التامين الصحي او منظومه التامين الصحي الشامل بوجه الخصوص. عايزين نعرف ايه اللي تم لحد دلوقتي، والمحافظات اللي تم فيها تقديم الخدمه، ونسبه رضاء المنتفعين عن الخدمه المقدمه ليهم. اتفضل يا فندم. اولا تسمح لي ارحب بحضرتك ونقول لزميلنا يعني يوسف الحسيني يعني ألف سلام عليك. حضرتك منور ومشرف النهارده، تحياتي لحضرتك. أشكرك. وكل فريق الاعداد. اشكرك وكل الساده المشاهدين طبعا لبرنامج حضرتك. حضرتك منورنا يا دكتور محمد والله. ربنا يخليك استاذ يوسف، ويعني دايما البرنامج ده بيكون فيه كل سبق وفيه كل اهتمام بقضايا المواطن المصري. اسمح لي كده في الاول هاخد بس 20 ثانيه او 30 ثانيه. لا، الوقت معاك يا فندم، براحتك خالص. احنا الموضوع ده بيهم كل مصري. يعني نعزي اخواتنا في فلسطين ونقول ان احنا القطاع الصحي في مصر بيعمل ملحمة تحت قيادة فخامة الرئيس وتعليماته ومعالي الوزير ودولة رئيس الوزراء ودكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة. بيتعمل ملحمة على الأرض في مستشفيات وزارة الصحة التابعة للوزارة في شمال سيناء، ومستشفياتنا في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس. يعني بيتعمل ملحمة فندم لاستقبال كل مصابي ومرضى غزة بعد الأحداث اللي بتحصل هناك. فلازم أنوه أن أنا يعني من رأيي دي يمكن أهم حاجة في الوقت الحالي القطاع الصحي بيقوم بيها. مظبوط. طبعا إحنا بنشتغل مع أهلنا والمصريين بكل طاقتنا، ولكن لما نقدر القطاع الصحي يقدر يقوم كمان بخدمة دولة شقيقة زي فلسطين وأهلنا فلسطين ونساعدهم بالقدر المستطاع اللي إحنا بنقدر عليه، دي حاجة كبيرة جدا لازم تتحسب لمصر وتتحسب لفخامة الرئيس وكل الناس اللي شاركت في هذه الملحمة. لأن احنا بنقول لحضرتك الكلام ده من على الأرض ويمكن بيتقال من القلب. احنا فعلا بنشتغل من قلبنا عشان نساع كل المصابين والمرضى بتوجهات فخامة الرئيس ومعالي الوزير الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، إن احنا نستوعب أكبر عدد من المصابين يكونوا معانا، وربنا يا رب يتم شفائهم على خير. يا رب. دي بس كانت بداية كده لازم أقولها عشان نقطة في صالح يعني القطاع الصحي في مصر ووقفته جنب اخواتنا في فلسطين. معاك يا فندم. طبعا الارقام في القطاع الصحي في منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما حضرتك تفضلت حاجة تفرح. احنا بدأنا في محافظة بورسعيد، بعديها الأقصر والإسماعيلية، بعديها دخلنا على جنوب سيناء، دول ال4 محافظات اللي اشتغلوا بالفعل. دخلنا كمان في محافظة السويس ومحافظة أسوان عشان تكتمل المرحلة الأولى. دول بدأنا فيهم التشغيل التجريبي. عايز اقول لحضرتك يعني شوف ارقام كده عشان المواطن المصري في وسط يعني الحاجات اللي احنا فيها الايام دي يكون في ارقام مفرحه. وحضرتك عارف ان القطاع الصحي من القطاعات المهمه جدا اللي بتخلي الواحد يبقى مطمن وهو في بيته. ان في قطاع صحي قوي في ظهره، يعني لاي حاجه تحصل لظرف من الظروف هو موجود في ظهره وبيسنده بقوه. احنا قدمنا في الفتره اللي فاتت، احنا خلاص بنتم دلوقتي المشروع الوليد ده بقاله 4 سنين، شهر 11/2019 واحنا في 11/23. الحمد لله اكثر من 31 مليون خدمه طبيه وعلاجيه يوسف باشا. يعني ده رقم في 4 سنين في 4 محافظات، وضمننا محافظتين في التشغيل التجريبي حاجه تفرح. ده
زي ما حضرتك قلت احنا بقى عندنا اداره كبيره جدا اسمها اداره رضاء المنتفعين. ازاي ندور على المنتفع ونشوف مدى رضائه عن الخدمه عشان نقدر نحسنها، وازاي يعني ناخد اجراءات بدايه من التدريب والتعليم لاي فرد بيطلع لنا في التقارير والاستبيانات اللي المريض بيعملها بنفسه. المنتفع هو اللي بيعملها بنفسه الاستبيانات دي وبيملاها بايده، ولازم تتملي بايد المريض او من ينوب عنه. ما ينفعش تتملي عن طريق احد الناس اللي جوه المستشفى او جوه المنشاه عشان تبقى حقيقيه 100%. وصلنا من 90 ل 92 متوسط 91% في اغلب محافظاتنا، ودي ارقام حلوه جدا ما كانتش بتكون موجوده في القطاع الصحي قبل كده. 91% نسبه رضاء المنتفعين في المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية. وزي ما بقول لحضرتك الإدارة دي طبعا يعني هي موجودة بره بكثافة في كل دول العالم. يمكن احنا الفترة اللي فاتت ما كانش فيه اهتمام في القطاع الصحي ان احنا نسمع آراء الناس، او ممكن كانت تبقى بنسبة بسيطة، ولكن احنا دلوقتي اي حد بيدخل منشأة عندنا والله يوسف بي لازم يملا هذا الاستبيان بايده او من ينوب عنه من اهله عشان يكون في حقيقة ونقدر نصلح بجد. لان احنا اتعودنا من دكتور احمد الشوكي ان احنا ما ندفنش راسنا في الرمل، اي مشكله عندنا لازم نواجهها عشان نحسن من المنظومه. وده يمكن اللي خلى المنظومه في خلال 4 سنين تبقى قويه ويبقى ليها تواجد على الارض. المحافظات اللي احنا دخلناها على فكره برغم ان عددها قليله، ولكن هي محافظات ذات طبيعه خاصه، وحضرتك عارف الجنوب طبعا، الاقصر واسوان يمكن كانت الخدمه الطبيه عندهم قليله جدا. ومش هننسى واحنا بنمر واحنا بنجهز مستشفياتنا واحنا بنشوف الناس هناك بيقولوا لنا ربنا يكرمكم كنا بنشيل ولادنا واهلنا ونركب القطر بال 16 17 ساعه عشان ننزل نتعالج في القاهره، ما بقيناش بنعمل كده. انتوا جبتوا لنا الدكاتره وجبتوا لنا الاجهزه وجبتوا لنا المستلزمات، الكلام ده كله يخليك تفرح وعلى اعلى مستوى كمان. يعني بالظبط عايز اقول لك احنا عملنا اكتر من 450 الف عمليه جراحيه في ال4 سنين، رقم في 4 محافظات يخلي الواحد يبقى فخور بهذه المنظومه. احنا اعتمدنا وسجلنا اكتر من 157 منشاه، خدنا الجي سي اي اللي هو الاعتماد الدولي كمان المشهور في مستشفى شرم الشيخ الدولي. وان شاء الله باذن الله قريبا جدا، ودي بقى حصري ليك وليوسف الحسيني عشان انت حبايبنا، مجمع الاسماعيليه ان شاء الله باذن الله ومستشفى الكرنك الدولي في الاقصر ان شاء الله باذن الله قريبا جدا هياخدوا كمان الجي سي اي، لان احنا بنجهزهم دلوقتي لهذا الاعتماد الدولي عشان احنا عندنا جزء مهم جدا اللي هو الاهتمام بالسياحه العلاجيه، لان ده جزء يعني احنا شايفين ان هو حاجه من الحاجات المهمه اللي بتدخل دخل محترم لبلدنا، فلازم نبقى احنا من اوائل الناس اللي بتشتغل على القصه دي. عندنا التحول الرقمي ومصر الذكيه والجمهوريه الجديده، احنا عندنا دلوقتي 100% من المنشآت الطبيه الوحدات والمراكز اللي في الرعايه الاوليه بقت مميكنه بالكامل يا يوسف. 80% من المستشفيات، ودي حاجه عايز اقول لك يعني بتسهل جدا جدا على العيان والمنتفع وعلى الدكتور او الطاقم الطبي. العيان بيخش بدوسه واحده على الجهاز، بنفتح الملف بتاعه من يوم ما بدا معانا لغايه لو عدى على كذا منشاه، لو راح عمل عمليات، تاريخ المرضي كله موجود، الادويه كلها موجوده على الجهاز الكمبيوتر قدام الدكتور او الممرضه اللي بتتعامل معاه. سهلت كتير جدا، وفرت وقت كتير جدا. بدانا نعمل زي ما بتقول كده يعني بيست يوتيلايزيشن او الاستخدام الامثل لكل مواردنا. يعني اي مورد دلوقتي حضرتك عارف سواء على الجانب المالي او الجانب البشري، العناصر دي بقت مهمه دلوقتي، وهي دي العناصر اللي العالم بيهتم بيها. احنا شغلنا كله دلوقتي ان احنا ازاي نستخدم كل الموارد البشريه اللي عندنا، سواء عنصر مالي او عنصر الاجهزه او عنصر البشري، ازاي نستخدمه استخدام الامثل عشان نوصل للبيست يوتيلايزيشن او بنسميه الاوبتيمم يوتيلايزيشن، عشان يدينا في الاخر منتج او اوت كام كويس جدا اللي هو صحه المريض، سواء بالعلاج او بالحفاظ على الصحه. لان جزء من اللي احنا بنفكر فيه دايما هو الوقايه، ازاي العيان بتاعي ما سموش عيان، يبقى انسان طبيعي جدا واقدر اتنبا او فوركاست اللي ممكن يحصل له الفتره القادمه عن طريق بعض التحاليل او عن طريق بعض الفحوصات اللي منها طبعا مبادرات فخامه الرئيس اللي موجوده على في كل محافظات مصر، واللي فادت جدا في السنوات الاخيره للقضاء على فيروس سي. اللي كان كل العالم بيقول لنا انتوا اكتر دوله عندها فيروس، دلوقتي العالم كله بقى بيدور احنا ازاي الناس دي كلها خفت بالطريقه دي ونسبه فيروس سي على فكره ده من الارض، يعني احنا كمان من مستشفياتنا والتحاليل الارقام بقت فعلا مبهره.
ان احنا العيانين نسب قلت جدا 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 لايجاد فيروس سي. فالمنظومه انا بس انا محتاج اقف مع حضرتك بس عند الجزئيه الاخيره طبعاً. مساله طبعاً. ان احنا وصلنا كمان في منظومه التامين الصحي الشامل ان احنا بنتابع الحاله والمتوقع ليها كمان. صحيح. يعني ما عادش بس ان احنا المريض او المتعامل خد الخدمه الطبيه وشكرا، لا. برافو عليك يا يوسف. ده يعني بص ملاحظه هايله. احنا هو ده احسن حاجه على فكره، ان انت ازاي تقي وازاي تتوقع. ودايما الفوركاستنج او التوقع بيفيدك في قدام، ان انت بتقلل البردن او الحمل على مستشفياتك، لان انت لما بتتوقع من بدري بتاخد زي ما بتقول كده اجراءات للوقايه مع البني ادم اللي بيجي لك او المريض اللي بيجي لك. المريض السكر انت عارف ان هو كمان 5 سنين ممكن يجي له مشكله في القلب او ممكن يجي له مشكله في الكلى، طب اعمل ايه عشان ما يوصلش واقدر اخر له القصه دي؟ عندك عيله معينه بتعاني من مرض احنا عارفين انه ممكن ينتقل بطريقه ما للاولاد او الاطفال، نبدا ازاي نوعيهم؟ يبقى التوعيه والتدريب والوقايه، الحاجات دي كلها بتخلينا نوصل زي ما قلت لك للاستخدام الامثل. كل مورد عندنا لازم نحافظ عليه لغايه اخر لحظه. والله يا دكتور محمد، يعني في بدايه المشروع انا عن نفسي وانا راجل يعني اصلا في المجال الطبي وكنت عارف يعني ايه التعامل مع التامين الصحي والمستشفيات، في بدايه المشروع اعتقد ان كتير جدا ما كانش يحلم ان يسمع الارقام دي، ان عندنا 31 مليون عمليه، يعني عمليه متابعه اكتر بالظبط 31 مليون خدمه طبيه حوالي نص مليون عمليه جراحيه، في منهم اكيد الخطير طبعا اكتر من 107، كلها ارقام و91% نسبه رضا المنتفعين، كلها ارقام يعني في الحقيقه كانت حلم. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني لو كان اقل من كده كنا قلنا برضو الحمد لله، فده معناه ان المنظومه اشتغلت بطريقه يعني ما فيش بعد كده. طيب انا عايز اقول لك احنا كمان يعني هو هيزعل مني على الهوا دكتور احمد السبكي، بس هو بيشد علينا عشان خاطر العيان في الاخر، الارقام دي لسه برضو مش عاجباه وهو عايز احسن من كده واحنا كلنا معاه عايزين احسن من كده. ولكن هي زي ما حضرتك قلت احنا كبدايه وك يعني مشروع وليد 4 سنين بالظبط، دلوقتي تم 4 سنين، هو زي البيبي بيكبر الحمد لله، هو اتولد عملاق صحيح زي ما حضرتك قلت، ولكن احنا عايزين احسن وبنحاول نشتغل على قد ما نقدر، لان استحاله تبقى 100% في كل حاجه في الدنيا، مفيش حاجه كده في الدنيا مفيش كمال. أكيد. ولكن كل ما بتقرب من ان انت توصل لمرحله قريبه من ال 100% تبقى انت بتخطو خطوه كويسه جدا، وده هو هدفنا دلوقتي، ان احنا كل بقى المشاكل اللي بتظهر لنا حتى لو صغيره بنهتم بيها جدا. والله يا يوسف طول اليوم احنا ممكن تسمع مشاكل متعلقه بالخدمه، انت عارف عمرك ما هترضي الناس كلها، ولكن اصغر مشكله لازم نسمعها، وعندنا فريق كامل لسماع الشكاوي حتى لو صغيره بنهتم بيها ونفضل ندقق وراها لغايه لما نوصل لحل ليها او نتجنبها في الفتره اللي جايه، يعني حتى لو هي حاجه ملهاش حل في الفتره الحاليه يبقى لازم نتجنبها ونحلها. عندنا فريق مسؤول عن الريسيرش او الابحاث، عندنا فريق بيدرس كل الاجراءات الماليه ازاي نقدر نستخدم الحاجات اللي موجوده عندنا ونوفر ماليا للبلد وكمان نكسب البلد وندخل لها موارد ماليه زي ما قلت لحضرتك، السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه الفرق كلها شغاله يعني زي ما بنقول كده على قدم وساق عشان اي حاجه موجوده في طريقنا نحاول نحلها وكل العقبات نذللها في الاخر عشان خاطر اخواتنا واهلنا، لان هم في الاخر على فكره العيانين دول اخواتنا واهلنا، يعني بابايا باباك وهكذا، هم في الاخر هم دول اللي بيتعبوا، فلازم نكون بنفكر بالفكر ده ان انا اهلي هم اللي بيتعالجوا، وبالتالي انا عايز كل مشكله لازم الاقي لها حل. في جزئيه الحوكمه هرجع اكلم حضرتك فيها، ان احنا عندنا اكتر من 4 ملايين ملف طبي مفتوحين، ملف طبي الكتروني، لكن في جزئيه المرضى والعيانين الارامل وذوي الاحتياجات الخاصه، الفئات دي تحديدا دكتور محمد نسبتها عامله ايه في المحافظات الاربعه اللي تم التعامل من خلالها؟ احنا عندنا طبعا النسب موجود على فكره، هو كل ذوي الهمم او الارامل او ذوي اللي هم اصحاب الامراض المزمنه او كبار السن او الاطفال الرضع، احنا اولا بيبقى ليهم معامله خاصه وكلهم عارفين واحنا بنقول الكلام ده على الهوا. كل منشاتنا الفئات دي بتعامل بحاجه اسمها فاست تراك،
زي كده عارف يوسف شبه المطار، في ناس بيبقى معاها فاست تراك وناس بتمشي في الطريق العادي، هم معاهم يعني تصريح بان هم بيمشوا فاست تراك مش بيمشوا ورقه ورقه، لان هم طبعا بيبقى ليهم ظروف خاصه، اهالينا كبار السن او ذوي الهمم اللي كلنا يعني بنحبهم والاطفال الرضع وكل الناس دي. اولا انا بكلمك على القطاع الطبي الاول كجزء طبي ليهم فاست تراك عندنا. الجزء الثاني ان هم بيتم معاملتهم عن طريق الهيئه الثانيه وهي هيئه التمويل اللي هي هيئه التامين الصحي الشامل، ان هم بيبقى ليهم استثناءات كتيره جدا في الاشتراكات وفي الجزء المالي عشان نكمل بعض. فالجزء المالي في الهيئه الثانيه هيئه التمويل بيبقى في عندهم حاجات رمزيه جدا وساعات بيتم استثنائهم. عندنا احنا في الجزء العلاجي والجزء الطبي الاهتمام الشديد، عايز اقول لحضرتك يعني يمكن دي بقى برضو يعني لا بنطلع فرق للمنازل في الحالات اللي ما يقدرش يجي لنا المنشآت. يعني احنا يعني عندنا فاست تراك اللي هو يعني حاجه كده زي الكشف المستعجل، بتخش انت اجراءاتك على طول. على حاجة تانية كل اللي احنا قلناهم كبار السن وذوي الهمم والاطفال الرضع كل واصحاب الامراض المزمنه كل دي ليهم فاست تراك بيخش على طول، ما يستناش بقى يخلص ورق ويراجع ملفات والكلام ده كله. وكمان التعامل مع الهيئه الموازيه اللي هو للاشتراكات، اللي مش قادر مثلا يدفع اشتراك بتساعدوه. برافو عليك. الحاجه الثالثه ان هو ممكن زيارات للمنازل. طيب انا الجزء اللي انا كنت هشرحه لك ان احنا عندنا بعض كبار السن وبعض ذوي الهمم ما بيقدرش يجي المتابعه بتاعته او المتابعه الشهريه او يجي يعمل التحاليل، في فريق طبي بيتحرك دكتور وتمريض ولو محتاجين يعني كمان اداري او حاجه للتسجيل بنروح لهم لغايه المنزل وبيتم الكشف عليه وسحب التحاليل لو احتاج وتوصل له نتائج التحليل كمان بعد كده والله لغايه باب البيت. والله يا دكتور محمد زي ما قلت لحضرتك اللي حضرتك بتحكي فيه ده حلم بيتنفذ على ارض الواقع، وفي 4 سنين كمان واسمح لي اذا كان الوقت المداخله ضيق يكون في فقره مع حضرتك او مع الدكتور احمد السبكي تشرفونا، ويا ريت كمان يبقى في جوله على سبيل المعايشه نشوف ده على ارض الواقع، اسمح لنا بده ان شاء الله. مع يوسف واعتبر الدعوه موجوده انا او يوسف على الارض في اي محافظه انت تحبها. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا دكتور محمد وبشكر كل المنظومه وعلى راسها دكتور احمد السبكي، طبعا كل التحيات لي ولكل من شارك في نجاح هذه المنظومه في هذا الوقت القصير بالنسبه لمشروع ضخم زي مشروع تامين الصحي الشامل. الدكتور محمد العقاد رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه والعلاجيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه، انا بشكرك جدا لوجودك معانا يا فندم.